السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم سلمة رضي الله عنها قالت لزوجها أبو سلمة رضي الله عنه: إنه قد بلغني أن المرأة إذا مات زوجها وهو من أهل الجنة ولم تتزوج بعده فإن الله يجمع بينهما في الجنة، فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك. يعني إذا أنت مت أنا لا أتزوج بعدك، وإذا أنا مت فأنت لا تتزوج بعدي. وكانت رضي الله عنها تحبه حبا شديدا، فقال رضي الله عنه: أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي زوجا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فكانت رضي الله عنها تحب أبو سلمة حبا شديدا، وهاجرت رضي الله عنها مع زوجها أبو سلمة. كان أبو سلمة طبعا من السابقين للإسلام، وأسلمت رضي الله عنها معه، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة. لكن في أثناء خروجهم من مكة إلى المدينة حصل أمر محزن مفجع، وذلك أن قومها بنو مخزوم، قوم أم سلمة، لما علموا أن أبو سلمة خرج وأراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة اعترضوا وقالوا: أما أنت فقد غلبتنا على نفسك، أما صاحبتنا بنتنا والله ما ندعها تخرج معك. فأخذوا المرأة أم سلمة رضي الله عنها وجذبوها وعادوا بها إلى ديارهم مع ابنها سلمة الصغير. فلما بلغ الخبر قوم أبو سلمة بنو عبد الأسد أنهم أعادوا المرأة وأعادوا ابنها سلمة، غضبوا غضبا شديدا وذهبوا إليهم فجذبوا الولد وقالوا: والله ما نترك ابننا عندكم، ابنتكم شأنكم، أما ابننا سلمة فلا والله ما نبقيه عندكم. وأصبحوا يتجاذبون هذا الولد الصغير، الخوال يجذبونه والأعمام يجذبونه بقوة، حتى خلعوا يده، خلعوا يد هذا الصغير وهذه الأم الحزينة المكلومة. الآن زوجها هاجر وتركها، وابنها الآن مخلوعة يده، ثم عاد به أعمامه إلى ديارهم. فأصبحت رضي الله عنها وحيدة حزينة كئيبة. وأصبحت رضي الله عنها كل يوم تخرج إلى الأبطح خارج مكة من الصباح حتى المساء، تبكي من الصباح حتى المساء في حزن وفي مأساة وفي معاناة شديدة. واستمر هذا الأمر وهذه المعاناة سنة كاملة، سنة كاملة من الصباح حتى المساء وهي تبكي حزينة على فراق ابنها وفراق زوجها، حتى مر بها أحد أبناء عمومتها فرحمها ورق لها وقال: إخوانها ألا ترحمونها؟ فرقتم بينها وبين زوجها وابنها، ألا تدعونها تخرج إليهم؟ فوافقوا. فانطلقت رضي الله عنها إلى ابنها فأخذته، ثم ركبت الجمل وانطلقت وحدها إلى المدينة النبوية. سارت هذه المسافة الطويلة البعيدة جدا، طريق موحش ومخيف لوحدها تسير في هذه الأرض الشاسعة لا أمن، ذئاب، قطاع طرق، هي لوحدها مع ابنها الصغير على هذا الجمل. في أثناء الطريق التقت مع رجل يقال له عثمان ابن طلحة من أهل مكة من بني عبد الدار. فلما رآها وكان يعرفها فهي ابنة زاد الراكب، أبوها من أشهر العرب في الكرم. قال لها: ما شأنك؟ ما أمرك؟ قالت: مهاجرة إلى زوجي في يثرب في المدينة أبو سلمة. لوحدك؟ قالت: نعم. قال: والله ما لك متركي. فأخذ بخطام ناقتها ثم انطلق بها إلى المدينة. هكذا نخوة عربية، وهكذا العرب دائما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. العرب عندهم النخوة وعندهم الرجولة وعندهم الشهامة. انطلق رضي الله عنها بهذه الصحابية الجليلة. تقول رضي الله عنها: والله ما رأيت مثله، والله لا يكلمني ولا أكلمه، فإذا جاء وقت المساء أناخ البعيرة ثم تأخر، فإذا نزلت أتى فأنزل الرحل ثم قيد البعير ثم جلس هناك ونام، اضطجع ونام، فإذا أصبحنا وضع الرحل على البعير ثم يتأخر فأركب البعير ثم ينطلق به إلى المدينة النبوية. وهكذا يسير هذه المسافة الطويلة وهو على هذا الحال وبهذه الطريقة كل يوم على هذه الطريقة، حتى رأوا المدينة. فلما رأى المدينة قال لها زوجك هنا، لما رأى نخل المدينة قال زوجك هنا، ثم عاد إلى مكة المكرمة.
انطلقت أم سلمة رضي الله عنها فرحة مستبشرة بوصولها إلى المدينة النبوية، والتقت مع زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وعاشوا في المدينة النبوية. جاءت غزوة بدر الكبرى، شارك رضي الله عنه أبو سلمة في هذه المعركة، ثم شارك في غزوة أحد، وأصيب رضي الله عنه في غزوة أحد. بعد مدة من الغزوة، بعد عدة أشهر، توفي رضي الله عنه. وأبو سلمة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فلما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وبعد أن خرجت من الحداد، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أعظم إنسان في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها فرفضت. فجاءها عمر فخطبها فرفضت، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. قالت رضي الله عنها: إني امرأة غيرة شديدة الغيرة وأم أيتام، وقد أدبر سني، كبر سني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها، وأما الأيتام فهم على الله وعلى رسوله، وأما السن فأنا أكبر منك سنا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت رضي الله عنها من ذلك اليوم زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما للمؤمنين. آخر من توفي من أمهات المؤمنين هي أم سلمة رضي الله عنها في خلافة يزيد بن معاوية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير.